السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه اللي هي املو باللوز. اللوز اللي هو هذا مسحتو وحمرتو بالفران بالقشور ديالو، من بعد غادي نطحنو ونخلط معاه العسل وزيت الزيتون. بعد ما طحنتو داك الزيت ديالو تقدر تكلي بحال هكا، هذا نص كيلو ديال اللوز، غنزيد ليه زيت الزيتون والعسل، نضربو مزيان. ولا ممكن تدير طراب الكهربائي او اليدوي او العجانة، باش معلقة ديال العسل. ملي كنضربو مزيان الى مازال خاصو الزيت كنضيفها ليه، والعسل حتى هو الى باقي خاصو كنضيف ليه. المهم نص كيلو ديال اللوز درت ليه هاد الكسره ديال زيت الزيتون، صافي هذا هو املو ديالنا. هذا هو الشكل ديالو، كيتكال بالخبز وكيدار الرز مفوار. هاد لي جوج معالق باقي شويه ديال العسل، نضيف ليه معلقه اخرى ديال عسل النحل. هذا هو الاملو ديالنا، يعني ساهل ماهل بكل سهوله، واحد الخليط اللي هو مغذي ولذيذ وكيتكال بالخبز. هذا هو املو ديالنا، اللي بغى يكون سائل اكثر من كي كيزيد ليه زيت الزيتون، حنا كنفضلو يكون بحال هكا معصر شويه حتى نعرف هاد املو. هذا كنغطو في الزليفه هذا هو الشكل ديال الاملو، مغذي رائع وصحي وطبيعي، في كلشي طبيعي، العسل زيت الزيتون اللوز كلشي طبيعي. هذا هو الشكل ديال الأملو ديالنا ديال اللوز. بالصحة والراحة، كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا ونشربوا هاد الوصفة هادي.